تايرون سوان ابن 23 عاماً يحقق حلم والدته المقعدة فيركب وإياها الأمواج. والدته باسكال أونور في 50 من العمر تعرضت منذ 2 لحادث سير فأصيبت بالشلل التام، لكن رغبتها في الاستمتاع بالحياة لم تتوقف. قبل الحادث كانت تهوى تسلق الجبال، فذهبت من أجل هذه الغاية إلى الهند والنيبال وسريلانكا وأندونيسيا. ولأن ابنها تايرون لا يريد أن تتبدل حياتها، فقد أخذها في رحلة لركوب الأمواج في جنوبي أستراليا. وهما يخططان الآن لركوب أعلى الأمواج في أستراليا أيضاً.